مشاهدينا ومتابعينا الكرام مرة أخرى مع انطلاقات هذا اليوم الخاصة لسن اللقاية شوطنا العشرون. ينطلق مشاهدي الأعزاء الخاص للقعدان من مسافة 5 كيلومترات، نسير مع المركز الأول نتابع مقدمة هذا الشوط، ومن احتل المركز الأول في هذه اللحظات مهيض لناصر بن محسن بن محمد بن جمعان، يحتل أول المراكز يقدم لنا مهيض، بينما ثاني المراكز وثاني التحديات شايم للسيد محمد بن علي بن محمد بن عمير الراشدي، يحتل المركز الثاني، وعلى ثالث المراكز يصل في هذه اللحظات مهاجم سعيد بن محمد بن حمد المري مع ثالث المراكز، وعلى المركز الرابع الشارد لسيب محمد بن علي السندوانه المري، بينما خامس المراكز نقل مباشرة إلى خامس المراكز وخامس التحديات مقلط لحمود بن علي بن حمد المحاربي يحتل المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء للمراكز الخمس الأولى مع النداء الأول عبر كوادر وقناة الريان المتابعة لكم أحداث هذا اليوم من ميدان التحدي ميدان الشحنية لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. نعود مشاهدي الأعزاء إلى شايم، شايم على أول المراكز وأول كيلوين من عمر هذا الشوط، ينقضي من عمر هذا الشوط، يتبقى 3 كيلومترات عن الفوز والناموس. هنا شايم مسيطر على مقدمة هذا الشوط للسيد محمد بن علي بن محمد بن عمير الراشدي على أول المراكز، بينما المركز الثاني يصل مهاجم سعيد بن محمد بن حمد المري مع ثاني المراكز، وعلى ثالث المراكز الشارد لسيب محمد بن علي السندوانة المري، وهنا أيضا القدوم في هذه اللحظة والوصول من قبل مقلط لحمود بن علي بن حمد المحاربي، وعلى مستوى المركز الخامس وصل في هذه اللحظة سلهود لفرج بن علي بن هادي بن حفار المري مع خامس المراكز، يقدم سلهود في هذا النداء المتسلل في هذه اللحظة إلى ثالث المراكز. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء للمراكز الخمسة الأولى، ونعود مجددا إلى أول المراكز. شايم على الصدارة، شايم على المركز الأول السيد محمد بن علي بن محمد بن عمير الراشدي على أول المراكز، وعلى ثاني المراكز الهود يتواجد بشعار فرج بن علي بن هادي بن حفار المري، بينما المركز الثالث المركز الثالث مقلط لحمود بن علي بن حمد المحاربي مع ثلاث المراكز، يقدم لنا مشهد الأعزاء مقلط، بينما المركز الرابع المركز الرابع مهاجم لسعيد بن محمد بن حمد المري مع مستوى المركز الرابع، بينما المركز الخامس انجار يصل لأول ندى بشعار بطحان بن مسعود المري، يصل مشاهدي الأعزاء مع المركز الخامس، ولكن حصل دخول من قبل مراقب لمحمد بن ظافر بن محمد بن حمد بن راشد الدوسري، وهنا أيضا القادم في هذه اللحظة مفوض لحمد بن محمد بن سهيل بن وديم العامري، يصل شعار العامري لأول ندى، يقدم مشاهدي الأعزاء هذا الاسم الجميل مفوض، وهنا أيضا القادم في هذه اللحظة السايح لعبد الله بن سالم بن احمد العامري ينضم الى دائره النداء، ويقدم مشاهدي الاعزاء السايح من يسيح الى المراكز الاولى في هذا الشوط المميز. 1500 متر مشاهدي الاعزاء عن خط النهايه وعن ناموس هذا الشوط، الامور والسيطره لا زالت مع شايم، شايم على الصداره، شايم على المركز الاول محمد بن علي بن محمد بن عمير الراشدي، وهنا شعار العامري مع السايح، السايح ينطلق مشاهدي الاعزاء لعبد الله بن سالم بن احمد العامري، بينما المركز الثالث يصل مشاهدي الاعزاء شعار صايد الرموز، يقدم مصيح سالم بن سيف بن سعيد بن مصبح بن سيف المسافري، بينما المركز الرابع شعار بن وديمة من الجانب الآخر، شعار بن وديمة يصل في هذه اللحظة ويقدم مشاهدي الأعزاء هذا الاسم الجميل مفوض، ينطلق مشاهدي الأعزاء من الجانب الآخر، وهنا أيضا السايح، بينما خامس المراكز سلهود لفرج بن علي بن هادي بن حفار المري، ولكن نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة. يا سلام يا سلام يا هذا التجمع، يا هذه الأسماء الجميلة، مصيح على الصدارة سالم بن سعيد بن مصبح
بن سيف المسافري على الصدارة يقدم مصيح مشاهدي الأعزاء، ولكن المركز الثاني يتقدم شايم محمد بن علي بن محمد بن عمير الراشدي، وهنا شعار العامري مع السايح عبد الله بن سالم بن أحمد بالحوتة العامري ينطلق مشاهدي الأعزاء مع ثلاث المراكز، وشعار بن وديمة مع مفوض حمد بن محمد بن سهيل بن وديمة العامري، ولكن الله وذنان يصل وذنان لأول ندى صالح بن طالب مسلم بن عقيل النابت المري، وشعار البريدي شعار البريدي القادم والمنطلق مشاهدي الأعزاء في هذه اللحظة يقدم مشاهدي الأعزاء، ولكن نعود إلى المركز الأول. يا سلام يا سلام يا الصدارة، يا سلام يا سلام الله يا سايح، وهنا أيضا وذنان مشاهدي الأعزاء اللحظات الأخيرة وذنان، وهنا أيضا شعار صايد الرموز يقدم مشاهدي الأعزاء هذا الاسم الجميل يقدم هذا الانطلاق الرائع. يا سلام ينطلق مشاهدي الأعزاء مع أول المراكز، يقدم مشاهدي الأعزاء مصيح على الصدارة، مصيح مع اللحظات الأخيرة، مصيح ولا وذنان، ولكن مصيح يحسم هذا الشوط هانينا، والناموس لسالم بن سعيد مصبح بن سيف المسافري. المركز الثاني وذنان لصالح بن طالب بن مسلم بن عقيل النابت المري، المركز الثالث جاء في مشاهدي الأعزاء شايم لمحمد بن علي بن محمد بن عمير الراشدي، المركز الرابع كان الوصول من قبل السائح لعبد الله بن سالم بن احمد بن حوته العامري، المركز الخامس حل في مشاهدي الأعزاء مفوض لحمد بن محمد بن سهيل بن وديم العامري. اذا مشاهدي الأعزاء تهانينا وناموس لمالك مصب على هذا الفوز المميز، والتوقيت الزمن 7:53:09 تهانينا وناموس لسالم بن سعيد بن مصبح بن سيف المسافر، المركز الثاني وذنان لصالح بن طالب بن سلم بن عقيل النابت المري 7:54 وجزء واحد من الثانية تهانينا وناموس. المركز الثالث حل في مشاهدي الأعزاء السايح لعبد الله بن سالم بن احمد بن الحوت العامري 7:55 بدون أجزاء من الثانية تهانينا وناموس لجميع الفائزين.